بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. مرحبا مرة أخرى بتلاميذ مسلك العلوم الاقتصادية ومسلك العلوم التجارية والمحاسبات بسم المستوى الثاني من الرؤية في إصحاح امتحان وطني في مادة الرياضيات الدورة العربية 2015. لا أنسى مرحبا إصحاح 82 الجزء الأول، لأن 82 تولد من الجزء الواحد الجزء جوج نبداو بالجزء الأول. إذا الآن معرفة أنا راه كتبين جملة طويلة على صفحة تجريبية لتكون الآن دالة العددية المتغيرة حيث معرفة على المجال بما يلي والسيد يمثلها للميلاني لمعنى المتعامل المنظم أو أي شيء. سؤال واحد أعرف بين أنا سؤال واحد أعرف سؤال جدا بسيط حساب النهاية نبين أنه نبداو. إذا لدينا ليميت إكس تؤول إلى زائد ما نهاية ألف إكس كتساوي ليميت x تؤول إلى زائد ما نهاية f x هي x زائد جوج على x زائد ln x. غادي نحسبو بالعلاج البلوس انفيني هي بلوس انفيني، جوج على بلوس انفيني صفر، ln بلوس انفيني هي بلوس انفيني، لا تقطع بلوس انفيني. ونوضح بأن علاش بلوس انفيني لحقاش ليميت تاع x تؤول إلى زائد ما نهاية تاع ln x هو بلوس انفيني. دابا غادي أنا شنو غادي انت كيفاش عرفت بلوس انفيني؟ كيفاش عرفتها؟ بلوس انفيني لحقاش هذه بلوس انفيني وهذه بلوس انفيني، يعني لا هو انت جوج على اكس كيساوي صفر، جوج على بلوس انفيني صفر. الو بلوس انفيني زائد بلوس انفيني هي بلوس انفيني زائد صفر تبقى بلوس انفيني. ولو كان نوضحو كان نديرو على ليميت إكس كونفيرت بلوس انفيني تاع إكس زائد ألان إكس هذه بلوس انفيني، ولا زائد صفر تبقى بلوس انفيني. دابا وراني جاوبت ووضحت، يعني في الجواب جد مقنع. مزيان السؤال باء بين أن ليميت ديال إكس على إكس كتساوي واحد، إكس على إكس كتساوي واحد. إذا باء ليميت إكس تؤول إلى زائد ما نهاية تاع أف إكس على إكس كتساوي ليميت إكس تؤول إلى زائد ما نهاية أف إكس شنو هي؟ إكس زائد جوج على إكس زائد ألان إكس على إكس. إذا تساوي لو نحسب ديريكت هذه بلوس انفيني على بلوس انفيني شكل غير محدد، إذا خصني نغير التعبير في هذا الكتاب اللي كنبقى شكل غير محدد كنغير التعبير. إذا لدينا إكس على إكس تقريبا واحد، إذا قسمنا هذا على هذا في جوج على إكس وسيدنا على إكس على إكس. مزيان هذه شنو تساوي؟ هو العلاج هذه واحد جوج على بلوس انفيني صفر، على إكس على إكس بلوس انفيني صفر، هذا شكل معروف يعني لقينا واحد زائد صفر زائد صفر يعني كتساوي واحد. غادي نقول علاش؟ لأن ليميت إكس أوفر بلوس انفيني تاع واحد على إكس وسيدنا هذه باينة صفر، وليميت إكس أوفر بلوس انفيني تاع ألان إكس على إكس كتساوي صفر، هذا شكل اعتيادي هو نهاية اعتيادية. هذه باش تفكرها أنت الآلة هذا هو التمثيل اللي بين ياك و إكس هو إكس تساوي إكس واحد. لاحظ في بلوس انفيني الآلة كتكون صغيرة على إكس، يعني إلا قسمت الآلة على إكس كتعطيك صفر. شوفوا عندي إلا ما فهمتش كاين واحد فيديو راه دارو بالنسبة للعلوم الفيزيائية، ولكن ما ينفع لي نروح حتى الجوهرة تاع العلوم الاقتصادية كاين في مقالة ديالكم السؤال تدخل المقالة ديال الثانية بكالوريا علوم تجريبية وغادي تلقى تما الدالة اللوغاريتمية تدخل الفيديو الأول غادي تفهم مزيان شنو هي الدالة اللوغاريتمية. مزيان ضروري تفهم الفيديو باش قبل ما يجيك شي حاجة صعيبة يجيك شي حاجة كتلعب. والليميت ديال اكس ناقص اكس كتساوي اكس انفيني روا ليميت اكس اوفر بلوس انفيني تاع اف اكس ناقص اكس تساوي ليميت اكس اوفر بلوس انفيني. أو اف اكس هي اف اكس ناقص من اكس صغيرة يعني اكس مشات لحقاش ناقص اكس من اف اكس بقى غير جوج على اكس ولا كتبها ونقص من ذلك حقاش اف اكس نقصنا منها اكس هي اف اكس نقصنا منها اكس بقى هذيك صحيح. وهذه شنو تساوي؟ كيفاش قسمناها؟ جوج على بلوس انفيني صفر، ال بلوس انفيني هي بلوس انفيني متفقين؟ هي لان ليميت اكس اوفر بلوس انفيني تاع جوج على اكس ديجا ولا ولكن عاود ما ماشي مشكل، والليميت اكس اوفر بلوس انفيني تاع ال اكس يساوي مزيان. اذا بالنسبة للتحويل عند زيد شوفوا اذا كان عندي ليميت تاع اف
كيزار كوزاتيني ولا مولا كان ما مجلس ولا مولا وحسيت لي ملي لابس على عيس لقيتو ا اش كان ملتاج الخطوة الثانية كنحسب لي ملي لابس ناقص عيس إلا لقيتو بي راني إلا لقيتو عيس زايد بي مقارب مع إلا لقيتو صفر إيكراك يساو عيس مقارب عيس مقارب مع إلا وإلا لقيت لا فيه بسبب الأول فيه في هذه الحالة كنقولوا أن منحنى الأب يقبل فرع الشجرين باتجاه مستقيم المعنى الجبري يساو إكس صحيح فرع الشجرين باتجاه مستقيم المعنى الجبري يساو إكس إذا حنا غادي نروح على العلم علاش نحسب الليميت ديال أف إكس على إكس أنا واحد وحسب الليميت ديال أف إكس ناقص واحد إكس على إكس ناقص إكس بقينا على الكيني إذا تكون هذا سي سي يقرب فرعا شجرين باتجاه المستقيم الذي معادلته سواء اكس يعني اكس اذا هذا هو فرع الشجرين شو السؤال الموالي ثلاثة ألف محسوب أفتحة هو أن سبعين زوج ألف تحقق أن أف إكس تساوي مكان حسبه صحيح أف إكس تساوي أدنى إكس زائد جوج على إكس زائد أدنى إكس وقت كانت تحقق أن إكس هو هذا الشيء إما بدا من هنا ونوصل هنا إما بدا من هنا ونوصل هنا إلا كتلاحظوا إكس بقات وحدة وهاد جوج وحدهم مكان صافي هاد الشيء في إكس بقات وحدة زائد هذا المحتوم باقي يعني هنا غنضرب في اكس نقسم على اكس يعني جوج على اكس زائد اكس على اكس على اكس يعني شنو تساوي اكس زائد جوج زائد اكس على اكس على اكس هذه اللي درنا منهم صحيح مزيان دونك وحسوب الليميت دونك حنا بعدا بغينا نديرو مع مكان اكس تنتمي الى صفر بلس زائد السؤال بقى حسبوا الليميت تصرف بلس الليميت x طوال زر بلس نتاع اف اكس تساوي بدل ما نديرو نبين انا زعما نصير احسن x زائد جوج زائد x على x على x اذا هذا الشيء تساوي خلاص هنايا بغينا نحسبو هادي صفر متاخر مفيهاش مشكلة ما غاديش تخلق لي مشكل هادي ما غاديش تخلق لي مشكل نشوف هادي x على x النهاية هي هي كنعرفو بان x تساوي الى صفر بلس نتاع x على x هادي كتساوي صفر النهاية هي هي ألو هذه هي صفر بلس وجوج على صفر بلس هي تساويني مع الصفر تبقى تساويني إذا النهاية هي بلس ونقول علاش لأن ضروري نبين مش لأن المجال تساويني ولا لا ضروري لأن أولا ليميت إكس مضاعف بلس في ميزة إكس تساوي عفوا صفر بلس تساوي صفر بلس والليميت إكس مضاعف زيرو بلس تاع إكس أنا إكس تساوي زيرو أي إذا كان هذا التساوي جوج قسمة على جوج الليميت إكس أوفر زر قسمة على جوج زائد إكس على إكس أوفر عندنا جوج راه عندنا زوج على زر بلس جوج على زر بلس اعتبر بلس لا فيني يعني الليميت إكس أوفر زر بلس نتاع زوج زائد إكس على إكس على إكس تعطينا بلس لا فيني شتا لأنك كدير العدد علاش أنت كتبت هاد بلس لا فيني علاش ها علاش كتبتها كتوضح هذا الشيء علاش كتبتها صافي هذا هو الجواب ديالها صحيح اذا لقينا بان الليميت في الصالون كيساوي بلس انفين شنو المعنى ديال هذه تاويل هندسي ومن فان المستقيم الذي معادلته شوف الليميت في الصالون بلس خلينا بلس انفين هذه في الصالون بلس خلينا بلس انفين يعني اكس يساوي صفر مقارب ما عفوا مقارب إكس يساوي يعني إكس يساوي على عمودي عمودي لسي فين في بلس فين يعني لقينا بلس فين يعني الجواب بلس لا فين إذا جاوبنا على السؤال باء جوج باء صحيح نمشيو عند ثلاثة إذا ثلاثة ألف وحسب أفتح لكل إكس من زر بلس انفين لدينا اف قابله
لا فإن هذه خلال الاشتقاق على أهل جعل الإسلام الاشتقاق على السفر خارج ما جاء الإسلام به ومولى في السفر هذه قبل الاشتقاق على هذا المجد إذا مجوش المجموع قبل الاشتقاق هو جمع الاشتقاق إكس أفتال إكس هي اشتقاق على إكس تاري جوج على إكس على إكس اشتقاق على إكس هو واحد اشتقاق على جوج على إكس عائلة عندي واحد على إكس هي ناقص واحد على إكس وسيدنا أروحنا على الزوج على أربعة يعني تبقى ناقص زوج على إكس وسيدنا زائد اشتقاق على إكس وواحد على إكس واحد المقام تساوي ونضرب على إكس وسيدنا هنا إكس وسيدنا هنا يبقى ناقص زوج زائد واحد إكس ناقص إكس على إكس وسيدنا علاش؟ نفس واحد المقام على إكس وسيدنا على إكس وسيدنا أنت لو تفهم إكس وسيدنا على إكس وسيدنا هذه ناقص زوج على إكس وسيدنا زائد إكس على إكس وسيدنا واحد المعقل على إكس وسيدنا ناقص إكس ناقص زوج على إكس على إكس وسيدنا على إكس وسيدنا زائد إكس ناقص زوج على إكس وسيدنا إذا السؤال هو تحقق أن أفتح ليس لا باش نحقق لو أننا نوصلوا إذا ماذا يعني؟ أمر شوف الوسط إكس ناقص واحد في إكس يساوي جوج على إكس وسيدنا إكس تساوي إكس وها إذا ضربنا على هذا إكس وسيدنا إكس زوج زائد جوج إكس ناقص واحد في إكس ناقص إكس ناقص واحد في جوج ناقص زوج على إكس وسيدنا شنو تساوي إكس وسيدنا زائد إكس ناقص زوج على إكس وسيدنا شكون هذا؟ هذه هي هذه كتساوي أفتح إكس تساوي تحققت ودرس إشارة أخرى درس إشارة أخرى كتابير أنا إكس ناقص واحد تساوي صفر يعني إكس يساوي واحد و إكس زائد جوج تساوي صفر يعني إكس تساوي ناقص جوج ودرس جوج إشارة إكس هنا إكس ناقص واحد إكس زائد جوج ثم جوج إكس ناقص واحد إكس زائد جوج إذا هذه كانت عادة في ناقص زوج حنا ناقص زوج حنا ما يهمناش الله من ذلك حنا ناقص زوج من واحد هذه كتعلم في واحد هذه كتعلم في ناقص زوج إذا هنا عكس إشارة أو هنا إشارة أو هنا هو عكس موجب عندي ناقص زائد فإيه ناقص في ناقص فإنها زائد صفر زائد في ناقص ناقص صفر زائد في زائد زائد إذا نشوف الله نسحب الفوق إذن إحنا النجاة الأولى اللي عطانا هو ودرس الشرع على واحد إنسان فيه إذن على واحد إنسان فيه لدينا كده من واحد إنسان فيه موجب التعبير موجب إكس ناقص واحد في إكس زي جوج أكبر من صفر لكن وعلى مجال الواحد من الصفر الواحد من صفر الواحد صفر خارج من مجال الواحد لدينا من صفر واحد صفر يكون هنا ناقص زوج صفر يكون هنا هادشي كذا هذا سالب لدينا اكس ناقص واحد في اكس زائد جوج سالب ولا بغيت نقص الاشاره نقص الاشاره بلا ما تعرف المحاصره ولا زايد يعني بلا ما تعرف تقول الاشاره تقدر تشوف على شنو غادي يرتب على هذا المجال شنو عندنا هذا المجال شنو عندنا هذا اكس تكون واحد يعني اكس زائد جوج يكون موجب اكس تكون واحد موجب اكس زائد جوج يكون موجب وإكس ناقص واحد كذا كذا هو موجب خرج واحد من هنا موجب يعني موجب في موجب اعتني موجب يعني هذا يكون موجب هذا المجال أو وعاوز مجال أخر تلقى سالي يعني الأمور راه واضحة صحيح إذا شنو السؤال الشمس ودرس إن شاء الله تعالى سوف نرسم السؤال جيم بين أن أنت زايد عاكا وطلقة سي عاكا إذا السؤال جيم بسيط جدا لدينا أنت هليس كتساوي إكس ناقص واحد في إكس زائد جوج على إكس وسيدنا يعني لا هو إكس وسيدنا كده موجب قطعنا على سبب الزمن إذا إشارة أفتح على إكس هي إشارة إكس ناقص واحد في إكس زائد جوج إذا أو لو من فعلنا
الله لحظة زين إشارة خير إشارة إلى الله وهذا كثير من المجال مجب فإن أبت حديث حقاً هذا إشارة روح حالة الأخية إشارة حالة يعني أنا المجال يكون مجب أبت حديث على على أخي المجال واحد يسلم واحد أخوه أي فالحالة تكون أبت تسريبه الله أهل حديث نجد أي تنقصي يعني أفتزل من المجد وتنقصي هذا المجد سؤال ده المؤسس سؤال 12 مرة غير مرة صحيح هنا إيس هنا ألف بالإيس هنا غير مصطفر غير معرفة هنا عندنا كتغير غير في الواحد هنا عندنا بكسر فيه من كثير ثلاثة كثير من صفر واحد صفر قصير من واحد بسافيني كثير بديه اللي من صفر بسافينا بسافيني ثم اللي من بسافينا بنا بسافيني صورة واحد بسوا أي واحد صفر رجل غير واحد زوج زي واحد كذا إلى هذه هي هذا وجه تغييرات إذا تلقوا بجزء ثاني لوبي لا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طريق أزرار المواقع الاجتماعية الموجودة هنا إلى اللقاء